مساء الخير. تجددت المظاهرات في دير زور ضد ميليشيا أسد للجمعة الثانية على التوالي، والجديد هنا رفض عشائر المحافظة محاولات الاحتلال الروسي لعقد اجتماع معهم لوقف المظاهرات، وردوا عليهم بأنهم لن يتراجعوا حتى خروج الميليشيات الإيرانية وميليشيا أسد من دير زور. أما الحدث الأبرز فكان التفاف ميليشيا قسد على المظاهرات الشعبية وطعنها في الظهر من خلال التعاون مع ميليشيا أسد الطائفية لوأد تلك المظاهرات وعقد لقاء سري بهدف إنهائها. فهل سيستمر أهالي دير زور بالتظاهر؟ وهل سينجحون بتحقيق مطالبهم؟ وكيف سيكون شكل الرد من قبل ميليشيا قسد وأسد والاحتلال الروسي على الإصرار الشعبي على طرد الاحتلال بكافة أشكاله من محافظتهم؟ هذا ما سنناقشه في ملفنا الأول من هنا سوريا. في المحور الثاني، ميليشيا أسد تصدر قرار حجز احتياطي على أموال شركة إبل الفنية ومالكها هلال أرناوت. فبحسب وزارة المالية ادعت أن الحجز أتى ضمانا لحقوق الخزينة العامة، الخزينة نفسها التي انتهكتها ميليشيا أسد طوال عقود. القرار جاء بحسب مراقبين نتيجة للعمل الفني الذي بث في رمضان دقيقة صمت، والذي لاقى رواجا واسعا وأزعج ميليشيا أسد بعد تصريح كاتب العمل سامر رضوان. الشركة لم تنجو بنفسها رغم أنها أصدرت في وقتها بيانا تبرأت فيه من تصريحات رضوان وتبعها أغلب ممثلي العمل الذين أكدوا على ولائهم لرأس النظام وحملوا صور بشار الكيماوي. فهل بعد كل الذي جرى في سوريا من قتل وتهجير ما زالت ميليشيا أسد تخاف حتى من الكلمة وحتى ولو أتت من شركة موالية؟ ولماذا يحاول المجتمع الدولي تبييض صفحة النظام بادعاءات اللجنة الدستورية طالما أن التشبيح كان وما زال سمة ميليشيا أسد حتى في الدراما؟ وما مصير الأعمال الدرامية التي قد تحاول تسليط الضوء على النزر اليسير من ممارسات النظام القمعية في ظل ما جرى لشركة إبلة ومالكها؟ هذه التساؤلات وسواها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة من هنا سوريا. أهلا بكم. أهلا بكم مجددا. أفادت شبكة فرات بوست المحلية في دير زور عن عقد اجتماع سري بين ممثلين لميليشيا قسد من جهة وأحد عرابي إيران في المنطقة الشرقية للقضاء على المظاهرات التي انطلقت في عدة مناطق ضد ميليشيا أسد الطائفية وداعميها في دير زور. المزيد في التقرير التالي ونعود للنقاش. تتسارع الأحداث في محافظة دير الزور، فما زال المدنيون في بعض المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا أسد مستمرين بمظاهراتهم السلمية الاحتجاجية ومطالباتهم بخروج تلك الميليشيا والميليشيات الإيرانية المساندة لها من مناطقهم، فيما تتحرك روسيا لعقد اجتماع مع وجهاء تلك المناطق، ويعقد النظام اجتماعات مع ميليشيا قسد لتهدئة تلك المظاهرات وإطفائها. أبرز الأحداث بذلك الخصوص كشفت عنه شبكة فرات بوست المحلية حول عقد اجتماع سري بين رئيس مجلس دير زور المدني التابع لقسد غسان اليوسف وأحمد الخبيل من جهة، وطارق المعيوف عرابي إيران في المنطقة الشرقية من جهة أخرى، وذلك من خلال وسيط هو المدعو البراء قاطرجي أحد رجال أعمال نظام أسد. ونتج عن الاجتماع دفع المعيوف لكل من اليوسف والخبيل مقابل القضاء على المظاهرات، الأمر الذي اعتبره مراقب طعنا من قبل ميليشيا قسد للاحتجاجات المدنية التي انطلقت منذ أسبوعين ضد ميليشيا أسد الطائفية وداعميها وفقا للشبكة. تحركات ميليشيا أسد الطائفية والاتفاق مع ميليشيا قسد لوأد المظاهرات تأتي عقب محاولة روسية للاجتماع مع وجهاء وشخصيات معروفة في دير الزور للتفاوض من أجل إيقاف المظاهرات، إلا أن الدعوة قوبلت بالرفض بحسب ما أفادت به شبكة دير الزور 24 المحلية، الأمر الذي طرح تساؤلات حول استمرار المدنيين
في دير الزور باحتجاجاتهم ومدى نجاحهم في تحقيق مطالبهم، فكيف سترد كل من ميليشيات أسد وقسد ومن ورائهما المحتل الروسي على إصرار الأهالي على التظاهر ورفض الواقع القائم في مدينتهم؟ وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب الصحفي نورس العرفي معنا من اسطنبول، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور مضر حماد الأسعد المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والعشائر معنا من أورفا. مساء الخير وأهلا بكما. أبدأ معك أستاذ نورس، يعني لطالما كانت ساعة قصد باتجاه ميليشيات أسد سابقا، اليوم على ما يبدو أن هناك مصلحة تدفع بميليشيا أسد للاجتماع مع قصد، كيف تنظر إلى هذه الاجتماعات بما يخص شرق دير الزور؟ أهلا بك زميلة أحلام وبالدكتور الأسعد، أرحب به أيضا وأحييه وأرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة قسد يوجد يعني تواصل لم ينقطع بينها وبين نظام الأسد، يوجد مصالح مشتركة، يوجد حكم مشترك في بعض المناطق، هذا ما يحصل في الحسكة وفي القامشلي. بالعودة إلى السؤال، بالأساس المظاهرات انطلقت هي لمآرب دولية، هي لجس النبض، لم تنطلق إلا بعد موافقة قسد عليها، بعد دعم قسد لها، بعد حماية قسد للمتظاهرين، لكن يبدو بأن الاتفاقات الدولية لم تسر كما كانت. الآن ما يؤكد ذلك المناورات العسكرية التي تنوي روسيا ونظام الأسد ينوون إجراءها على في غرب نهر الفرات لإرسال رسائل عديدة لأمريكا بأن لن نوافق على تلك المظاهرات أو على ترك تلك المناطق. تلك المظاهرات أنا قلتها سابقا وربما لم يؤيدني الكثير من الزملاء الذين كانوا في الحلقة، بأنها بسبب تفاهمات دولية، بسبب أمور دولية. بالمختصر الوضع السوري الآن تؤثر عليه أربع دول أساسية، ألا وهي روسيا، أمريكا، تركيا وإيران، كل دولة بنسبة مختلفة وكل دولة بتوزع جغرافي مختلف بحسب المصالح. إذن هي تفاهمات دولية، هي اتفاقات دولية، هي رسائل دولية تريد الدول المسيطرة على تلك المناطق إطلاقها، تريد قضم أكبر جزء أو أكبر حصة من الكعكة السورية عن طريق إطلاق تلك المظاهرات، إطلاق تلك الاحتجاجات لإجراء تفاوضات من أجل إيقافها، من أجل منع المظاهرات. الآن روسيا سترد ردا قاسيا على أمريكا بأن تجري مناورات عسكرية غرب الفرات. هذه المناورات لم تحصل منذ دخول روسيا إلى سوريا عام 2015 عندما دخلت بقواتها البرية وتدخلت، لم تحصل تلك المناورات. الآن مناورات بهذا الوقت، مناورات عسكرية مع نظام الأسد، هي لإرسال رسائل لأمريكا بأننا متمسكون بتلك المنطقة، بأننا لن نترك المنطقة لكم. إذن باختصار هي تفاهمات دولية تترجم على الأرض. طيب دعني أرى رأي الدكتور مضر بهذا الموضوع. دكتور مضر، هل تتفق مع الأستاذ نورس بأنه ما نراه من مظاهرات هو بسبب توافقات دولية؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين وللأخ نورس. الأخ نورس يقول إنها تفاهمات دولية، وأنا أقول إنها اختلافات دولية. هناك صراع دولي على منطقة دير الزور أو على محافظة دير الزور، الصراع بين روسيا وأمريكا وإيران والنظام السوري والميليشيات الإيرانية والعراقية وحزب الله وكذلك وجود البككة البيدية. يعني دكتور مضر، أنت لا ترى أنه ما يجري اليوم في شرق دير الزور هو حراك شعبي بسبب ما تقوم به الميليشيات الإيرانية، وخصوصا أنه كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا مع أحد الشيوخ المتواجدين في تلك المناطق وقال بأنه هذا التحرك ضد يعني حملات التشييع التي تقوم بها إيران، ضد ميليشيات أسد، ضد الانتهاكات التي تجري بحق المدنيين، وخصوصا أنه يعني الأوضاع الإنسانية هناك صعبة للغاية وهناك اضطهاد كبير جدا من قبل الميليشيات. عزيزتي ما خلتيني أكمل الجواب. هذا الصراع الدولي على محافظة دير الزور
تسبب بأن هذه الدول وهذه الميليشيات الإرهابية ارتكبت مجازر مروعة بحق الشعب السوري في محافظة دير الزور أو في منطقة شرق الفرات بشكل كامل. أولا الصراع الدولي على محافظة دير الزور أدى إلى تدمير أكثر من 70% من مساكن المدينة وعدد كبير من البلدات والقرى. ثانيا أدى إلى تهجير حوالي 1,000,000 نسمة. محافظة دير الزور عدد سكانها حوالي 1,500,000، يوجد حاليا 1,000,000 نسمة هم نازحين ولاجئين ومهجرين من مناطقهم. النقطة الثالثة هي سرقة النفط والغاز والثروات الباطنية والزراعية من قبل الميليشيات الإرهابية والدول المسيطرة على المنطقة. النقطة الرابعة هي عملية التجنيد الإجباري والقسري للشباب، وكذلك عملية خطف الأطفال وبيع الأعضاء البشرية، وكذلك عمليات الاغتيالات والإنزالات وعمليات الخطف وعمليات الاعتقالات. كل هذه الأمور دفعت الأهالي بأن يقوموا بهذه الثورة أو هذه الانتفاضة. نعم هناك بعض الجهات هي التي تحرض، ولكن بشكل عام هناك انتفاضة حقيقية لأبناء محافظة دير الزور، لأبناء عشائر دير الزور. محافظة دير الزور السكان العرب الذين هم أصل هذه المحافظة يشكلون 100% يرفضون التشيع. طيب هل تقصد بأن الجهات التي تحرض هي قسد دكتور مدار؟ الكل يحرض، قسد تحرض، وكذلك داعش تحرض، والبيدي يحرض، النظام الإيراني أو الميليشيات الإيرانية تحرض، النظام السوري يحرض، روسيا تحرض، ولكن هذه النسبة التي تأثرت بها أولاء من خلال التحريض هم لا يتجاوزون 10%، وهناك 90% من أبناء المحافظة يعانون الويلات، ولذلك هم ثاروا وانتفضوا ضد الظلم، ضد الفساد، ضد القتل والاغتيالات. نعم نحن في مجلس القبائل والعشائر السورية لنا تواصل مع الكثير من الزعامات العشائرية والزعامات والقيادات السياسية والإدارية. الكل متفق على أن يجب إخراج كل الدول وكل المنظمات الإرهابية من محافظة دير الزور التي تعاني الويل والثبور من خلال الإجراءات التعسفية، من خلال القتل والتدمير، من خلال التجويع، سياسة التجويع حاليا تمارس، وقبل ذلك تم إحراق المزارع، وكذلك تم قتل المواشي وعمليات تهريب المواشي وتهريب النفط وتهريب الغاز وتهريب المخدرات والحشيشة والهيروين. كل هذه الأمور يعاني منها أبناء محافظة دير الزور الأبية، ولذلك نحن نؤكد للجميع بأن ما يجري حاليا هي ثورة حقيقية، حتى لو كانت بدافع دولي أنا أستطيع أن أقول بأنها ثورة حقيقية، وستكون نتائجها إن شاء الله إيجابية على الأيام في مدى الأيام القادمة. نعم. طيب أستاذ نورس، يعني كما ذكرت أنه إذا كانت هذه المظاهرات بموافقات دولية، دعم قسد وما إلى ذلك، كيف تفسر هذه الحالة من يعني المشاورات السرية وقمع المظاهرات وأيضا محاولات لاستثمار هذه المظاهرات من قبل قسد ثم الالتفاف على المظاهرات من جديد؟ حقيقة هذا السؤال يوجه للأخ مضر، يقول انتفاضة شعبية وخرجت بنا الشعب بسبب الظلم. هذه الانتفاضة تم الدعوة لها على صفحات أو على مجموعات واتساب، ثم على بعض الصفحات الإخبارية لم يتعرض الذين دعوا إليها لأي اعتقال لأي ملاحقة، كعادة قسد التي لديها فوبيا من المظاهرات. الآن بدأ التحرك، بدأت الاجتماعات، روسيا دعت وجهاء العشائر للاجتماع، وأيضا طيب يعني برأيك لماذا استجد حتى بدأت هذه التحركات إذا كانت هي فعلا بموافقات دولية؟ استجد كل يريد أن يقضم الجزء الأكبر من الأراضي السورية. أمريكا تريد أن تسيطر على تلك المنطقة، تريد أن تؤمن حق الكونيكو الهام لها، تريد أن تخرج روسيا وإيران من حدود حق الكونيكو. ونذكر الهجوم الذي حصل منذ مدة وقامت أمريكا بالرد عليه،
وقتل الكثير من أعضاء واغنر وقتها. إذن كل يريد أن يخدم الجزء الأكبر من دير الزور. دير الزور هي النقطة الأهم في سوريا، هي الأغنى بحقول النفط، هي الأغنى بالسيليكون. كل يريد أن يأخذ القسم الأكبر. روسيا كانت تحلم بالمياه الدافئة، كانت تحلم ببسط نفوذها على المياه الدافئة في اللاذقية وطرطوس. بعد أن حققت ذلك أصبحت تريد أن تحقق مكاسب اقتصادية أيضا، تريد أن تسيطر على مناطق أكبر بدير الزور. إذن هي محاولات لزيادة الحصة من الكعكة السورية وخاصة من دير الزور. نعم المتظاهرون خرجوا بدافع وطني، خرجوا بسبب الظلم، خرجوا بسبب ما عانوه. هذا أؤيد فيها الأخ مضر وأؤيد كل من يقول ذلك، وأيضا أقول لهم لكم مني كل التحية، لكن لا تخرجوا بصدور عارية أمام هذا النظام الذي قتل الشعب السوري بالكيماوي، قتلنا بكل أنواع الأسلحة. طيب. مظاهرات بعد 6 سنوات يعني هذه المظاهرات اليوم في شرق دير الزور عند معبر الصالحية، إذا كانت يعني كما تقول هي بموافقات دولية تسعى لقدم جزء أكبر من الكعكة، يعني بمن تضر هذه المظاهرات، وخصوصا أنه نرى هناك إجماع شعبي عليها وهناك تحرك، هناك احتقان من الذين يسكنون بمناطق النظام ومن الذين يسكنون بمناطق قسد. لو سمح لهم بالتحرك بالتظاهر لرأيت المظاهرات تنطلق في مناطق النظام وتنطلق في مناطق قسد. الناس محتقنة، الناس عانت وما زالت تعاني، لكن هناك قبضة حديدية قوية محكمة عليهم. نذكر ماذا حصل عندما انطلقت مظاهرات ضد قسد، قوبلت بحجة الإنزالات، بحجة مقاتلة داعش، قوبلت بالنار، قوبلت بحملة اعتقالات كبيرة، بحجة ملاحقة فلول داعش ببادية البوكمال، قاموا بالهجوم على القرى التي خرجت بتلك المظاهرات. هناك قبضة أمنية قوية لو لم تسمح. طيب يعني إذا كان فعلا تم الاتفاق على المظاهرات يعني وهي تضر بالطرفين، يعني ميليشيات قسد وميليشيا أسد أيضا. لم يتم الاتفاق، قسد هي التي سمحت بتلك المظاهرات وبموافقة أمريكية أو بتوجيه أمريكي بأن اجعلوا الناس يخرجون بمظاهرات، اسمحوا لهم بذلك، سهلوا هذا الأمر، ادعوا لها لكي نرى ردة فعل النظام، ردة فعل روسيا على تلك المظاهرات. أو ربما كان هناك اتفاق لكن ذلك الاتفاق لم يكتمل. روسيا إن وافقت على الخروج من تلك المناطق، من حق الكونيكو، من تلك القرى، من حطلة، من مرات، من مظلوم، القرى التي تسيطر عليها الآن، تريد بديل، تريد بديل لتلك المناطق. أيضا لا ننسى إيران، إيران لديها أيضا نفوذ هناك، إيران تقول نحن قدمنا الدماء. إذن يبدو بأن الاتفاقات لم تتم، وهذا حصل كثيرا بالنسبة للشأن السوري ويحصل الآن بالنسبة للمنطقة الآمنة. اليوم تصريحات للرئيس أردوغان قال إن لم تتم المنطقة الآمنة سنقوم بها لوحدنا ونحن نقوم بتلك الخطوات. إذن هي عبارة عن تفاهمات دولية تجري من تحت الطاولة تنعكس على الأرض للأسف. طيب. هذا وضحت هذه النقطة. دكتور مضر، يعني في ظل ما ذكرته وما ذكر الأستاذ نوراس، هل ترى أنه هذه المظاهرات ستستمر؟ أنا أتوقع بأن المظاهرات لن تنقطع نهائيا بسبب الإجراءات التعسفية والانتهاكات المروعة التي تقوم بها قسد أو حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات العراقية أو النظام السوري أو روسيا. هذا أولا. ثانيا، المظاهرات هي ليست فقط في دير الزور أو في محافظات دير، في بلدات وقرى دير الزور، بل امتدت إلى جنوب الحسكة، إلى الشدادي، إلى المناطق المتاخمة لل الأماكن الأساسية لتواجد قسد مثل الحسكة أو القامشلي أو كذلك الدرباسية أو رأس العين أو جبل عبد العزيز أو كذلك حتى في الطبقة وفي محافظة الرقة بشكل كامل. هناك حقيقة إجراءات مروعة تقام ضد أهالي سكان منطقة شرق الفرات أو منطقة الجزيرة والفرات، يريدون التخلص من الميليشيات الإرهابية المتمثلة بالنظام السوري أو البيدي أو الأسايش. نعم. ولذلك أنا أتوقع بأن المظاهرات لن تنتهي ولن تتوقف. طيب دكتور مضر، يعني مطالب اليوم المتظاهرين تقول أنه خروج جميع الميليشيات من تلك المنطقة، هل ستستطيع هذه المظاهرات الاستمرار في ظل عدم وجود قيادة موحدة لها إلى هذه الساعة؟
أولا عندما ننظر إلى الثورة السورية، هي انطلقت بدون قيادة موحدة، هي انطلقت ثورة شعبية عفوية، ولذلك نحن نتمنى بأن يكون هناك إجماع على تشكيل قيادة ثورية أو قيادة من خلال العشائر، من خلال القيادات السياسية والاجتماعية الموجودة في منطقة شرق الفرات، من أجل توحيد الرؤية وتوحيد الهدف، وكذلك من أجل تنظيم الانتفاضة أو الثورة ضد تواجد الميليشيات الإرهابية وكذلك بقايا النظام السوري وإيران وروسيا. وهذا الأمر لو تم سيكون له تأثير إيجابي وتأثير كبير جدا، وسيكون له تأثير على الأرض بسبب ما تقوم به هذه الدول وهذه الميليشيات من انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وخاصة بحق أبناء الشعب العربي في هذه المنطقة، والذين يشكلون أكثر من 90% من محافظات الحسكة، دير الزور، الرقة، منبج. وهذا الأمر هو مطلب شعبي محق بأن تخرج هذه الميليشيات وأن يقوم الشعب السوري بإدارة نفسه بنفسه في هذه المنطقة، بعيدا عن القتل والتدمير والتهجير والنزوح، وبعيدا عن الاغتيالات والقتل. أستاذ نورس، هل ترى أنه الأهالي في تلك المناطق، وخصوصا أنه حضرتك ذكرت يعني أنه إذا كان هناك مجال ستخرج كل المناطق في مظاهرات بسبب الوضع العام المحتقن من جميع التجاوزات من قبل جميع الميليشيات، هل ترى أنه هناك استمرار لهذه المظاهرات اليوم في دير الزور؟ للأسف القبضة الأمنية الآن هي التي تحكم، هي التي تتحدث في قسد المظاهرات التي خرجت سابقا، خرجت تطالب بتحسين الوضع المعيشي، النفط يسرق أمام أعين أهالي دير الزور ويذهب إلى مناطق النظام، خرجت مظاهرات تريد تحسين الوضع، تريد عدم سرقة النفط، تريد الحصة من النفط التي تدفع ثمنه من صحتها وصحة أطفالها بسبب تلوث الجو. إذن خرجت ضد قسد تطالب بتلك المطالب. هناك البعض رفع شعارات خروج قسد في مناطق النظام. المحور الثاني الذي ستناقشينه زميلة أحلام هو إبلة والحجز على أموالها وأموال صاحبها بسبب مسلسل دقيقة صمت. أيضا النظام يحكم بقبضة أمنية، الناس لم تعد تجرؤ بعدما رأته من إجرام، من قتل، من ترويع. بالنسبة للشعب السوري لم يعد أحد يجرؤ على القيام بمظاهرات أو الخروج بمثل تلك المظاهرات، خاصة بأننا عندما خرجنا عام 2011 خرجنا كنا نظن بأن هذا المجتمع الدولي الكاذب سيقف معنا، سيقف مع حقوق الإنسان. البعض كان يرى بتلك الشعارات الرنانة الكاذبة حقيقة، وبأن المجتمع الدولي لن يرضى بقتل المدنيين، بقتل الشعب السوري. طيب يعني اليوم هل ترى أنه أهالي دير الزور إذا تم هناك ممارسات يعني بحق هذه المظاهرات ستتوقف هذه المظاهرات؟ هل ترى أنه سيكون هناك قبضة أمنية قوية، وخصوصا أنه المنطقة قريبة جدا من التحالف الدولي، وأيضا الأهالي الذين خرجوا بالمظاهرات ناشدوا التحالف الدولي، يعني سلطوا الضوء ويعني وأعلموا التحالف الدولي بهذه المظاهرات؟ الناس لا تريد أن تقف، تريد أن تستمر، تريد أن تتخلص من كل تلك الميليشيات الطائفية القاتلة، لكن لا حول لها ولا قوة. كيف تستمر؟ كيف تستمر وليس لديها سلاح؟ هل تخرج بصدور عارية لتقتل؟ الناس ملت، الناس ترزح تحت ذلك الحكم، تريد تخلص منه، ولكن كيف السبيل لذلك؟ كذبة أصدقاء الشعب السوري، تلك الدول التي قالت أنها مع الشعب السوري، الآن أدارت ظهرها لذلك الشعب، الشعب يقتل بكل أنواع الأسلحة، لا أحد يقف مع الشعب السوري. زمن المظاهرات السلمية وأغصان الزيتون قد ولى، انتهى. أرجو من المتظاهرين إذا أرادوا أن يخرجوا أن يخرجوا بمناطق مؤمنة، ألا يعرضوا أنفسهم للخطر، ألا يقتلوا بطريقة يعني رخيصة إن صح التعبير. الآن هذا النظام يقتل المتظاهرين، قسد أيضا تطلق النار على المتظاهرين. سوريا والثورة السورية بحاجة إلى وقفة دولية، وقفة عربية معها، مع هذه الثورة. للأسف المجتمع الدولي والدول العربية بداية النقطة. لماذا نلوم المجتمع الدولي ولا نلوم الدول العربية التي أدارت ظهرها للثورة السورية؟ لذلك الصورة. المظاهرات بصدور عالية عارية الآن هي انتحار. دعونا نتابع مع نتائج الاستطلاع اليومي الذي يجريه الزملاء على صفحة أورينت. سؤالنا اليوم كان: لماذا التقى النظام مع ميليشيا قسد في محاربة مظاهرات دير الزور؟ 16% بيقولوا أنه أخبار كاذبة لا أساس لها،
لها من الصحة، بينما 84% بيشوفوا أنه ميليشيات أسد وقسد معاديان لقيام الحرية والديمقراطية. دكتور مضر، يعني أترك لك الاستطلاع ونتيجته للتعليق. نعم، اولا يجب ان يعرف العالم على ان ميليشيات قسد والنظام السوري هم واحد. ميليشيات قسد هم نواطير النظام السوري في منطقه الجزيره والفرات. النظام السوري هو الذي سلم القامشلي والدرباسيه وعاموده والمالكيه وحقول الرميلان للنفط، هو الذي قام بتسليمها الى قسد او البيدية من اجل وأد الثوره السوريه في محافظه الحسكه. ولذلك انا اتمنى من كل العشائر العربيه من العقيدات والبقاره وبني صخر واجبور وطي وعدوان والشرابيين وحرب والشمر من كل العشائر العربية الموجودة في محافظة الحسكة ودير الزور والبوشعبان والبوبنة وكذلك العفادلة والولدة وكل هذه العشائر بأن تقوم بثورة على بقايا النظام السوري وعلى روسيا وعلى إيران والميليشيات الإيرانية من أجل المحافظة على منطقة الجزيرة والفرات، من أجل المحافظة على أبناء الشعب السوري. وكذلك نتمنى من دول العالم ومن الأمم المتحدة بأن تعمل على تنفيذ المنطقة الآمنة من أجل عودة 2 مليون نسمة من أبناء منطقة الجزيرة والفرات ومنمج إلى قراهم إلى مزارعهم وإلى بلداتهم. شكرا جزيلا لك دكتور مضر حماد الأسعد، المتحدث باسم المجلس الأعلى للقبائل والعشائر، كنت معنا من أورفا. الشكر أيضا للكاتب الصحفي نورس العرفي، كان معنا من إسطنبول. فاصل قصير ونعود لمتابعة هنا سوريا.